سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مستمعين الأوفياء الأوفياء، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم كيف ما عودتكم دائما كل نهار قصة أو جوج قصص جدد، يعني القناة الرسمية اللي هي اسمها حكايتي استأنفت لكم فيها العمل، وليت كنحط لكم دابا إن شاء الله جوج فيديوهات، صبروا معايا وغادي نولي نحط لكم حتى في القناه الثانيه. كاين الجديد الخير موجود تبارك الله، خص غير نسردهم وصافي. كنسمح منكم الناس كاع اللي كيصيفطوا لي رسائل في الخاص وما كنجاوبش، راه الغالب الله. المهم ما غاديش نطول عليكم، قصه تدمي القلوب، قصه اللي الصراحه عبر فيها كثيره، فيها رسائل قويه، فيها بزاف ديال الامور اللي ان شاء الله الا سمعتهم غادي يكونوا في الصالح ديالكم. بارطاج الخواتات بارطاج، الله يعطيكم الخير، جيو من كومونتير ويلا نسمعوا القصه ديال اليوم. السلام عليكم خوتي خواتاتي، انا اليوم جيت نعاود لكم قصتي ونشارك معكم حكايتي، وبغيت منكم تنصحوني شنو خصني ندير وكيفاش غادي نتصرف. في الاول غادي نعرفكم عليا، الاسم ديالي ناديه وعمري 25 سنه، كبرت وعشت وسط عائله اللي متوسطه الدخل، الوالد راجل ملتزم وعارف عليه واللي ماشي عليه، خدام عمل حر، اما الام كصف الدار. عندي جوج خوتي دراري كوره، وكانت عندي خالتي بنت كبر مني بشي 3 سنين، ولكن مسكينه كانت العمر ديالها قصير ما طولتش معنا بزاف، ام الامانه دامنته. كانت مرضت اختي مسكينه غير بالسخانه، ما عرفتش واش ضربتها الشمس ولا كانت فيها السخانه من الحلاقم، حيت كانت مريضه وديما عندها الحلاقم مشدينا، ومنين كيشدوها كطيح بسيمانه في الفراش، وكانوا عاطينها دير عليهم العمليه وتزولهم. ولكن الوالد كان خايف على اختي بزاف، ما كانت باقا صغيره الناس كانوا خالعينه، قالوا لي بلي البنت باقا صغيره على ديك العمليه، خليها تزيد تكبر شويه عاد ديرها ليها. مسكينه بقات في المعاناه ديالها وديما مريضه وديما شدها السخانه، حتى لواحد المره جاتها السخانه المفرطه، يوم جات امي تجري بها للسبيطار حتى كانت غيبات وسخطات. منين داوها للطبيب قالوا ليهم البنت عندها ميكروب في الدم بسبب دوك الحلاق، صافي شدوها باتت الليله الاولى الثانيه صبحت ميته. امي وحتى الوالد قتلوا راسهم عليها، ولكن ما كان عندهم ما يديروا، ربي بغاها وربي اللي خداها. المهم ماتت اختي، بقيت غير انا وسط جوج ديال الدراري، وديك المعزه اللي كانوا كيهزوها اختي رجعوها ليا انايا. كانت امي كتشدني كتعنقني وكتقول لي خيتك مشات بنتي، مشات خيتك، وكتبقى كتبكي. انا ديك الساعه ما كنتش عارفه بحق الموت والفراق صراحة، ما ديت ما جبت، حتى بديت كنكبر وكنعرف وكنشوف امي كتفكر اختي وكتبقى تحسر عليها، عاد رجعت كنعرف الموت شنو كتسوى. ديما امي كانت كتفكرها وكتبقى كتبكي عليها، انا اللي معاها ما كانتش كتفكرني قد اللي كانت كتفكر اختي اللي توفات. ديما هي والوالد جابدينها على فمهم وديما كيهضروا عليها، اما انا كنت عندهم عادي وخازيز عليهم وكيبغوني، وكانوا مرجعين فيا داك الحر ديال الفرق ديال اختي. المهم البنات واخا الحزن والالم اللي تالموا عليها كتبقى الحياه تستمر. رجعنا كملنا حياتنا عادي بحال جميع الناس، كنا عايشين يا البنات واحد العيشه زوينه بزاف، واخا خوتي كانوا صعابين شويه ولكن عادي بحال باقي الشباب. كنت دخلت نقرا في المدرسه، في الاعوام الاولى كان عاجبني راسي في المدرسه، كنت شويطره وباغا نقرا ونتعلم، وكنت كنتعاند مع واحد بنت الجيران ديالنا، كنت كنبغي نجيب النقطه اللي حسن ديالها. بقينا انا وياها كانت عنده شكون اللي يجيب اعلى معدل واحسن نقطه، بقينا بحال هكذا حتى طلعنا للسانكيام. في السانكيام غادي دخلنا المراهقة انا وياها، كنا كنتصاحبوا مع الدراري. صاحبتي كانت كتحماق على شي حاجه سميتها الفلوس والعاقه، وكان عزيز عليها الدري اللي يكون بوك وحبه، كذلك المنظر ديالو كان كيهمها، اما انايا كنت درويشه، اي واحد ضحك معايا ولا غير شاف فيا وتبسم ليا ولا تبعني كنقول صافي هذا ديالي، وما يزولوا ليا حتى شي واحد. ويمكن اللي قلت لكم كنت كنبغي جميع اصناف الرجال ما غاديش يثقوا بيا، ما كانش عندي مهم كبير صغير طويل قصير عريض بوك حبه مزلوط ما كيهمنيش، كنت كنبغي اي واحد عجبته. اما بالنسبه لي انايا كان عندي كل شيء عجبني، العكس ديال صاحبتي ما كانت كتصاحب مع اي واحد، لا هي هي كتبغي تختار بين الدراري، او ما كتختار غير داك النوكه اللي هو زعما مخير في الدراري واللي لاباس عليه. هي كانت كتركز على الفلوس والخارج والطوموبيلات الواعرين كثر من الشخصيه ديال الانسان، بقيت انا وياها عايشين المراهقه ديالنا بجميع الالوان ديالها.
انا ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم كنت واحد البنت الحدوديه ولا محترمه ولا ما كنديرش علاقات. لا بالعكس، كنت ضربه الزمان مسقله بحكم الوالدين ديالي كانوا عاطيني الحريه التامه وما كانوش كيدققوا في حياتي، مثلا فين كنتي ولا منين جيتي ولا شكون صنع عليك ولا مع من راكي تهضري. لا هذا الشيء ما كاينش نهائيا، حيت هما كانوا عارفين ندري ويشه وحاط راسي للارض وما بايش فيا خبط رجل، ويحسب ليهم بالهم انا غير من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه. انا كنت مكحله مجلطها. المهم بقيت مع صاحبتي كنديروا علاقات مع الشباب وكنا عايشين دوك اللحظات لحظه بلحظه. انا ديك الساعه كنت داير علاقه مع واحد خينا. هاد بنادم كان كيبان لي ولد الناس دريوش وكيقول لي انت كتعجبيني وكتحمقيني وكيعجبني الغلط ديالك، مع انا كنت ديك الساعه غليظه وكانت عندي المناطق الانثويه بارزه بشكل كبير، وتقريبا اي واحد تعرف عليا ولا بغى يطلق معايا كيبغيني على وديت الغلط ديالي، وانا هذاك الغلط كان معقدني وما كنتش كنحمل راسي. يقول لي شي واحد قداش عندك هادي ولا يقول لي انت عندك كذا وكذا وكذا وكذا، العكس ديال صاحبتي اللي كانت ضعيفه ولاطي ديالها زوينه وجايه مقاده. داك الساعه هي كانت مع واحد خينه بوك حبه وكان مهلي فيها لا من الفلوس ولا من الكادوات، وهي كانت كتعاود ليا على صاحبها وانا كذلك كنت كنعاود ليها على صاحبي. الناس كانت كتمشي باش تقرا وتتعلم ما ينفعها، وانا وياها كنا عاطينها غير التفليه ودعوه الشر فين ما كان شي راجل سقنا فيه. وبالخصوص انا واحد المره تصاحبت مع واحد خينا مزوج كان كيموت عليا وكان باغي انه يطلق مراتو الا وديتي انايا، ولكن في اخر لحظه راجعت الحسابات ديالي وقلت ما يمكنش، انا عاد بعلوكه صغيره ونخرب لوحده دارها بوليداتها، شكون يضمن لي هاد بنادم يتزوج بيا وما ينوضش عاوتاني يلوحيني كيف ما لاح مرتو. المهم فكرت مزيان بعد منا وتفسخت علاقتي به. بقيت البنات من واحد لواحد. ديك السانكيوم هذاك سكننا في عامين انا وصاحبتي. العام الثالث فين تلاقيت بواحد الولد اللي كنت كنحمق وكنتصدى عليه، هاد بنادم هو اللي جيت نعاود ليكم عليه دابا. كنت تلاقيت به غير بالصدفه. واحد المره كنت خارجه انا وبنت جيراننا كيف العاده، طلب لي الرقم ديال التليفون ديالي. انا ملي شفتو لاصق فيا شديت الرقم ديالي عطيتو ليه، مشيت كملت على طريقي. من ديك الساعه بقيت كنتواصل انا وياه، بقينا كنهضروا مع بعضياتنا في التليفون. في الاول كانت علاقتي به عاديه جدا بحال اي واحد كنتعرف عليه، ولكن ملي بقيت كنتواصل معاه كان كيعاود لي على حياته كيتقاسم معايا المشاكل ديالو. رجعت كنكرم ليه بزاف، وحتى انا بالدور ديالي غادي نلقى راسي كنعاود ليه عليا كلشي. هو يا البنات سولت على قد الحال، خدام شي فور عند واحد خينا عنده فيلا موظف دوله وكندوز عليه القطران، كندوز عفوا عليه القطران، وكذلك هو يتيم من ام وعايش غير مع مرات باه. ديك مرات باه كانت كتعامل معاه قاسح وكانت كتفضل ولادها عليه هو. هو كان كيحس بالحكره وقلت المعامله المزيانه، وكان كيتصل عليا وكيبقى يتشكى عليا، كنت كنحس به محقور بزاف. صافي بقينا كنهضروا انا وياه، كنت كنعطيه الودن وكنخليه يعاود ليا عليه. بنت جيراننا ملي كانت كتمني كنهضر معاه ولا كنخفف عليه داك الحبس اللي في قلبه كنواسيه، كنقول ليه غير صبر زعما ماشي مشكل وهادي والاخرى. كانت كضحك عليا وكتقول لي وباصلك اختي بابصل قلبك، والله يعطينا مبرديه قلبك متصاحبه مع ديك المكرد، نهار وما طل هو يتشكى عليك ويبكي، واش تي ناقصك صداع الراس؟ كانت كتقول لي شوفي انتي راك زوينه وعندك فورمه زوينه واللي شافك كيبغيك استغلي صاحبتي الفرصه وتصاحبي مع اللي تهلا فيك ويعطي لك الفلوس، ماشي اللي يكمل عليك ويجمع لك الطاقه السلبيه ويجي يخويها عليك. انتي مالو يشكي عليك انتيا؟ واش تي ولدتي ونسيتي ولا شنو؟ انا كاع ما كنت كنديها في كلامها، حيت كنت عارفها طماعه وعزيز عليها غير اللي تنتف منه الفلوس، اما بنادم اللي ما عندوش العاقه هي ما كتعمرش به راسها واصلا ما كيعمرش ليها العين. انا كنت العكس ديالها تماما، كانت عندي العاقه الفلوس اخر حاجه نفكر فيها، كنت كنبغي اللي يبغيني ماشي اللي يعطيني. المهم اخواتاتي غادي نبقى كنتواصل مع هذا السيد، كنا كنهضروا بشكل يومي، ديما كان كيشكي ليا وحتى انا كنت كنشكي ليه، وكنت كنتقاسم نهاري معاه، كنت مره كنخرج نتلاقى انا وياه، كنا كنمشيو انا وياه غير الاماكن اللي على قد الحال. ما عمرني ما تلاقيت بيه فشي روستو ولا فشي مطعم غالي بحال صاحبتي، كان عزيز عليها تمشي غير الاماكن ديال الكلاس، ولكن انا كنت عارفه الظروف ديالو كيفاش دايره، ما عمرني فكرت نحطو في شي موقف خايب، وانا عارفه ما عندوش باش يعرض عليا. كنا كنمشيو نجلسو في مكان عمومي كنتجمعو كنهضرو، ما
بعد منا كل واحد كيمشي بحاله. المهم البنات هاد السيد هذا كانت علاقتي به هكذا، بدينا غير بصداقة وصافي. مع مرور الايام غادي القراتي تعلقت به، رجعت قريبه منه وحتى هو كذلك كان كيقول لي ما حسيت بطعم الحياه فلانه حتى تلاقيت بك. ديما كان كيقول لي ما عمر كان كيحسب لي بالي الدنيا غادي تضحك معايا بحال ما هكذا. كنت كنقول ليه شنو زعما، كان كيشوف فيا وكيقول لي انت فلانه رجعتي هي الابتسامه ديالي وانت هي الحاجه الزوينه اللي وقفت لي في حياتي كامله. حصول السيد كان كيلمح ليا بلي هو كيبغيني وكيموت عليا، ولكن ملي شفت واحد الانسان اللي طيب ومتخلق وفرق كبير ما بينه وبين الدراري الاخرى اللي تعرفت عليهم، عجبني بزاف وبقات علاقتي به كتكبر نهار على نهار، حتى رجع جمعني واحد الحب به اللي كبير بزاف. كنت انا وياه بحال شي تمره مقسومه على جوج، كنت كنحس به قريب مني بزاف، حتى هو كان كيحس بيا قريبه ليه وانا هي كلشي في حياته. كان كيقول لي فلانه انا كنت شحال هادي عايش وصافي، ولكن دابا انا عايش وخايف. ملي كنت كنقول له مناش خايف، كيقول لي خايف عليك انتي وخايف نخسرك. ما نكذبش عليكم، كلامه كان كيجيب لي ما يبقاش. رجعت حتى انا كنشوف هو كلشي في حياتي، وبكثرة ما تعلقت به رجعت كنحس به هو كلشي في الدنيا ديالي. ما بقيتش كندير علاقه مع شي واحد اخر، واخا كانوا كيجوني فرص ديال الهبل وكان زعما كل نهار كيتقدم ليا واحد كيبغي يهضر معايا. كان واحد البوليسي كل نهار تبع فيا، الوقت اللي كندوز من قدامه كيبقى يبغي غير بوحدو، وشحال من مره عرض عليا نهضر معاه وندير معاه علاقه، وكان كيقول ليا وافقي تخرجي معايا وترتبطي بيا، راه يقدر يجي نهار وتحتاجي راجل امن وتلقيني في كتافك. كنت كنقول ليه لا راه ما يمكنش، انا ما كنتش كنبغي نهضر معاه، والوقت اللي كيهضر معايا كنت كندور فيه. صاحبتي كانت كتقول لي علاش كدوري فيها، صاحبتي عطيه فرصه يتقرب منك، مالكي كديري بحال هكذا. ملي كنت كنقول لها لا انا عندي واحد بركات عليا، كانت كتضحك عليا وكتقول لي هذاك الواحد ديالك انا بعدا كاع ما كيبان ليا، كتبقى تمسخر عليا. انا ما كنتش كنبغي نخليها تضحك عليا، وشحال من مره درت فيها وغضبت منها على قبله هو. كنت اخواتاتي كنبغيه وما كنبغي عليه حتى شي حاجه، وما كنبغي حتى شي واحد يهضر عليه. داك البغض ديالو كان باين ليا في عينيه، وتا هو كان باين ليه في عينيه. الوقت اللي كيتلاقى بيا كنحس بيه فرحان وعينيه كيلمعوا من الداخل، وكنحس بقلبو كيفرفر. ما عمرني حسيت بشي واحد كيبغيني بحال هاد الانسان هذا، حتى انا ملي لقيتو كيموت عليا رجعت كنتبادل معاه نفس المشاعر. اختصار كان جمعنا واحد الحب اللي قوي بزاف، وكنا كنقولوا ما كاين حتى قوه في هاد العالم اللي تقدر توقف لينا الحب ديالنا او توقف لينا في طريقنا. كان كيقول لي شوفي فلانه، كنقول ليه نعم، كيقول لي انت راكي هي الحبيبه ديالي وانت هي حب حياتي وانت هي عبري وانت هي روحي. كنت كنقول ليه نفس الشيء، كنبادلو نفس المشاعر والاحاسيس. كنت كنقول ليه انت هو الاخ والاب والسند والصديق والحبيب ديالي. كان كيقول لي غادي نولي حتى الزوج والاب لوليداتك. كان كيخليني نحلم به بلي هو راجلي واب ولادي. تعرفوا شنو، انا وهاد بنادم عشنا الهبل ديال الحب، كنا كنضلو كنحلمو انا وياه كيفاش غادي نعيشو في دار وحده ومن تحت سقف واحد. كان دائما كيبان ليا هو قداش معجب بيا، كان كيقول لي واخا نشوف قدامي ملاك كيطير في السما ما نعليش في عيني، احتراما ليك انتي حبيبه. كنت كنقول ليه زعما علاش، كان كيقول لي حيت انا كنبغيك غير انتي وانتي اللي ساكنه قلبي ومعمره عينيا. كلامه كان كيعجبني، كنت كنقول مع راسي حبيبي غادي يكون غير ديالي بوحدي وما عمر يفرقني عليه شي واحد، ومستعدة نتحدى العالم كامل على وديتو. فعلا اخواتاتي جات ايام وجات وحده اخرى، حتى لواحد النهار غادي يفاجئني ويطلبني الزواج. قال لي فلانه واش تبغي تزوجي بيا، واش تقبلي عليا الزواج والحلال؟ فرحت قلت ليه واش التداوي بصح، قال لي اه باغي نخطبك ونتزوج بك. قلت لي اه موافقه. قال لي صافي علمي مولين داركم باش غادي نجي انا والوالد نخطبك من عندهم. قلت لي واخا. جيت للدار وانا طايره للسما بالفرحه، قلت صافي غادي نمشي عند امي ونفرحها ونقول ليها بنتك جايين فيها الخطاب وغادي تزوج بحب قلبها. ايوا هي البنات، جيت للدار لقيتها عامره بالضياف، وهاد الناس اللي جاو كيجيو للاب ديالي، وكانوا مره كيجيو عندنا، ولكن ما كيجيو غير في المناسبات، مثلا شي عيد ولا شي فرح ولا ما
ملي شفتو انا استغربت، دخلت سلمت عليهم وهما ملي شافوني بقاو عليا تبارك الله تبارك الله. بقيت غير كنشوف فيهم، قلت مع راسي شنو زعما بان عليا السر ديال العروسه ولا شنو. المهم مشيت عند امي الكوزينه لقيتها مفتونه حاطه حداها واحد سيدي بانيو عامر باللحم. شفت فيها شفت ديك الخير، قلت لها ولكن امي شنو هادشي كنشوف، علاش هادو جاو؟ ضحكت معايا وقالت لي ايوا يا بنيتي اجي نقول لك، راه هاد الناس اليوم جاو وجابوا الخير معاهم على وديتك انتيا. قلت لها ولكن علاش؟ عجبني انا الهضره والخير اللي جابو. قالت لي شاطري غير بشويه وزيدي عندي، شدي معايا اللحم مقطع. قلت لها شنو بغيتي نشد امي؟ قولي لي شنو كاين؟ قالت لي اجي نقول لك. قلت لها شنو؟ قالت لي خالتك فلانه اليوم جات باش تخطبك لولدها، غير قالت لي الخطابه كحلت بالعمى. قلت لها ولكن اش من خطابه هذه؟ قالت لي كيف ما سمعتي الناس جاوا باش يخطبوا فيك لولدهم. قالت لي كيف ما سمعتي الناس راه جاوا يخطبوا فيك لولدهم. ايوا فرحي ليا لاله مع راسك، الناس راه لاباس عليهم وعندهم 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 وبغاوك لولدهم. قلت لها وامي الحبيبه واش انتي حمقه؟ شنو راكي تقولي؟ اش من خطابه هادي؟ انا عاد كندوي معاها وهي تدخل عندي المرا اللي جات تخطبني. بقات كتحيل بيا فرحي يا سعدي فلانه غادي ترجع مرت ولدي. انا ما تحشمتش منها الصراحه ما والو. شتي قلت لها ولكن خالتي انا ما باغاش نتزوج. قالت لي وبعدا خليني غير نقول لك ولدي شكون. قطعت كلامها قلت لها انا ما بغيتش وما باغاش نتزوج دابا وبلا ما نعرفو شكون هو. ملي بدات كتغمز ليا وكتقول ليا وكوني تحشمي وسكتي، بقيت واقفه قدامها اللون في وجهي كيتبدل غير بوحدو. هي ضربت يديها لجيبها عطاتني الصوره ديال ولدها، قالت لي ها انا شوفي ولدي لربما ما بقيتيش عاقله عليه ولا ما شايفاهش مزيان. عطاتني ديك الصوره انا غير شتها تكحلت العمى. السيد باين كبر مني وما زوين ما والو، واخا لابس ومقد مصور في الطوموبيل فكان صيب الزعمة يغريوني بالخارج، ولكن انا ما بغيتوش. حطيت التصوير ديالو بالتنظيف فوق البوطاجي ومشيت لبيتي غير كنبكي ما عجبنيش الحال. بقيت كنويل وكنقول غير مع راسي الله يا سيدي يا ربي اش هاد المصيبه اللي تحطت فيها؟ واش انا جايه نفرح وجايه نفرح امي بالخبر ديال الخطاب اللي جايين عندي وفي الاخر لقى امي كطيب ليا في خطابتي وانا ما عندي خبر؟ المهم كحلت ليكم بالعمى وبقيت بيتي، ما بغيت لا نخرج عندهم ولا نجلس معاهم. امي غير دات داكشي طيب جات لعندي البيت ما خلات لي مني نشد. بقات عليا وتنوضي تكحتي خرجي عند الناس يسولوا فيك بركة ما تحشمي فيا. قلت لها شوفي امي انا هاد الناس ما عنديش معاهم وما باغياهمش وما غاديش نتوش بولدهم. بقات كتقنع فيا واش تي بعدا عارفه الراجل فاش خدام في اوروبا واش تي بعدا عارفه بلي هو عنده الدار في البلاصه الفلانيه. قلت لها سمعي امي انا ما بغيت ولا هو لا خارج ديالو وزيدون انا هاد السيمانه جاي فيا الخطاب. قالت لي شنو 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 عاودي شنو قلتي؟ قلت لها كيف ما سمعتي امي انا كنعرف واحد خينه هو غادي يجي يخطبني. بقات كتغوت عليا قالت لي كنت عارفه شي واحد قلب ليك راسك وبين اللعمة. بقات كتغوت عليا وكتخاصم عليا. من بعد نهار تخرجت انا بقيت في البيت حلفت لخرجت عندهم حتى جا الوالد عاد غادي نخرج راكم عارفين. حشمت منه ما لقيت ما ندير، ولكن منين خرجت وانا جالسه في القنت بحال شي ضيفه وحط راسي للارض هما كانوا حاسين بيا بلي انا داك الزوج ما باغاتوش. وحتى ديك الخطابه انا ما جايانيش على قلبي ولكن ما قالوا والو حيت كانوا باغيني ياخذوني لولدهم بالسيف. المهم تعشاو بعد ما جبدوا الهضره على الوالد قالوا لي زوجنا البنت لولدنا. انا نطر من المقله قلت لهم انا ما بغيتش نتزوج بولدكم وما كنفكرش في الزواج دابا والزواج بالسيف. نط كنصنفط خليتهم كيشوف بعضياتهم العدوزه ما عجبهاش الحال بقات كتقلى وتشوغي بوحديتها. اما انا ما ديت حتى فشي واحد جيت مصنفطه لبيتي تبعتني امي بقات كتغوت عليا قالت لي الله ينعل والديك قليل الترابي علاش درتي بحال هكذا قدام الناس على الاقل كنسديتي غير فمك حتى يمشيو بحالهم مع تهضري حشمتي بينا. بقيت كنبكي قلت لها ما بغيتوش ما بغيتوش امي. قلت لها صافي ما تبزوش عليا هذا الزواج. امي سمحت بيا لصقت الباب في وجهي خرجت مشات عندهم هما بقاو جالسين شويه من بعد منا مشاو. ملي مشاو جات عندي امي قالت لي تكلمي لباك. نط خرجت عنده انا رجليا كيرجفوا عليا وكنت عارفه الوالد غادي يخاصم عليا وما غادي يخلي ليا مني نشد. فين ملي خرجت عنده بدا كيغوت عليا قال لي اجي لهنا انتيا واش انا ربيتك على هاد الخدمه هادي؟ ما
نايضه طايره من المقله وكتقولي لهم ما بغيتش ولدكم، وزيده سمحتي فيهم وانتي كتنفطي عليا في يدك ورجعتي ليا وجهي صغر قدامهم. واش دابا عاجبك الحال؟ بقى كيسعف كيسعف، انا غير حاطه راسي للارض. في الاخر قلت ليه الوالد انا هاد بنادم ما بغيتوش، علاش مكبرين الموضوع؟ انا ما باغاش نتزوج دابا، واش نتوما قطانين فيا ولا شنو؟ قال لي حتى واحد ما قالك قطنا فيك، ولكن البنت مرجعتها لدارها، وانتي سوا هاد العام ولا العام الجاي غادي تزوجي، ومن ربي جاب لك ولد الناس حتى لعندك، علاش غادي توقفي في طريقك بيدك؟ سيري توكلي على الله، هاد الناس راه من عائلتنا وكنعرفوهم وكنعرفو حتى ولدهم، من الاحسن توكلي على الله ونوضي تزوجي. نطا انا دخلت البيت ديالي ما قلت ليهم والو، ولكن كنت دايره في راسي حاجه وحده اللي هي غادي نرفض وما نتزوجش بيه واخا يقتلوني. فعلا غادي نبقى في كلمتي، الوقت اللي كيجبدوا عليا كنقول لهم ما بغيتوش وما غاديش نتزوج بيه. الوالد الاول كان داير ليا خاطري وما مبزز عليا والو، واخا خاصم عليا ملي نفضتو وما بغيتوش ما زادش تناقش معايا، ولكن مهمتي مسكينه الله يسمح عليها والله يغفر ليها، كانت باغيني نتزوج بداك خينا بالسيف عليا. ايوا مشات قالت لبا وحتى لخوتي بلي انا شي واحد معمر لي راسي وبلي شي واحد هو اللي راه محرشني، وهاد بنادم زعما غير كيكذب عليا. الوالد من سمع هاد الهضره ما هزاتوش الدنيا وقال لي انت غادي تزوجي وتعمري راسك بالسيف عليك. انا ما بغيتش، قلت لهم الا بغيتو حتى زوجتوني بالسيف غادي نبات من الصباح ولا ندير في راسي شي حاجه. مي كان كيحسب ليها بالها انا غير كنخوفهم بديك الهضره، ولكن واحد المره بقاو كيبزوا عليا كتلوا عليا في الهضره، الوالد من جهه اخويا من جهه اخرى وامي من جهه، المهم تعاونوا عليا. انا تعمت ليا وكنت باغا نشرب الدواء ديال الفيران غير ربي يحفظ وصافي، كنت غادي نمشي فيها، ولكن الحمد لله من تما صافي ما بقاوش جدوا عليا حس الزوج بداك بنادم. ديك الساعه كنت فهمت مع الولد اللي كيبغيني باش يصبر عليا نقد الامور مع دارنا ونسيس معاهم ونسي عليهم وناخذ بخاطرهم عاد يجي هو يخطبني. مع العلم كنت معاوده ليه على كل شيء، هو كان كيقول لي الا بقيتي حتى تزوجتي بشي واحد من غيري نقتل راسي وما عمرك تشوفيني. ملي قلت ليه صافي ما تخطبتش ليه عجبو الحال، بقيت معاه على تواصل اليوم غدا بعدو لمده ديال شهرين، رجع عاوتاني كيطلب مني الزواج. قلت ليه واخا مرحبا، قال لي علمي داركم. قلت ليه بلاش، انا نعطيك العنوان والوقت المناسب وانت اجي على غفله. قال لي صافي. فين واحد النهار ديال الجمعه الاب ديالي ما كيكونش خدام، جابوه الاب ديالو مرت باه مرت خوه واحد خوه من باه وجابوه باش يخطبوا فيا من الال ديالي. حبابي مني شافوا دوك الناس والراجل ما عجبهمش الحال وما بغاوش، واللي ما عجبهمش كثر هو الاب ديالو، بقاو شي هضره لا هو ولا مراتو. الاب ديالي كان غير على سبه ما بغاش وما عجبتوش الهضره ديالو، ولكن قدامهم ما قال لهم والو، قال لهم عطيو لينا شويه ديال الوقت نتشاوروا ورد عليكم. هو مسكين مشى فرحان، وتا انا الصراحه كنت فرحانه اكثر منه، ولكن ملي مشاو بحالهم الاب ديالي غادي يصدمني صدمت عمري، وقال لي واش حتى هذا كيحسب فراسو راجل وباغي يتزوج بيك؟ قلت ليه كيفاش الوالد؟ قال لي هاد الناس ماشي من مقامنا وماشي ديال وجوهنا، وزيد عليها الراجل كيبان بلا شخصيه، منين جا هو حط راسو للارض انا ما عجبني لا هو لا باه، اما مرت باه هاديك حاجه اخرى. واش ما شفتيش منين دخلت فيا كتحمض علينا في شنيفها؟ واش جايه تخطب من عندي ولا جايه تشري حام؟ السيده وجهها كيعطي اخبارها. انا ما قدرت نقول للوالد والو، سكت، ولكن هضرت مع امي قلت ليها انا باغا الولد وقابله عليه وباغا نتزوج به، ولكن لا هي ولا الوالد ما عطاونيش فرصه نهضر ونقول لهم داكشي اللي كنحس به من جهته. صافي قاموني قمعوني حقروني وقال لك والله عليك ما يدخل ولا عليه ما تدخلي. انا ما عجبنيش الحال وتعصبت وبكيت بالدموع. مين هضر معايا هو عاود لي كلشي، بقى مصدوم اكثر مني، ولكن قال لي ما تخافيش انا ندير المستحيل باش نتزوج بك غير كوني هانيه. حنا ديك الساعه زاد قوه الحب ديالنا ورجعنا كنبغيو بعضياتنا اكثر من الاول. رجعت كنتلاقى به كل نهار، الاب ديالي وصلتو الهضره عليا بلي انا كنتلاقى به، وبنت جيراننا هي اللي كانت قالتها للام ديالي وامي قالتها للوالد. ملي نعرفوني كنتلاقى به ناضو يا خواتاتي خرجوني من قرايتي وغادي حبسوني في الدار باش انا ما نتلاقاش به. بيني وبينكم ما كان عندي غير في القرايه، بقى فيا هو اكثر. انا واخا كنت كنقرا ما كنتش ديها في القرايه، كنت كنظل نبكي وكنبات نبكي. هو مسكين ديما كان كيجي للحومه ديالنا على وديتي، انا كنت كنطلع السطح باش نشوفه، حتى هو كان كيغامر براسو باش يشوفني. اما التواصل ديالي معاه في التليفون كان بشكل يومي، كنت كنهضر معاه دائما وعايشين الحب والغرام انا وياه.
بقينا بحال هكذا، هو كان كيقول لي غير صبري عليا شويه نزيد نخدم ونجمع فلوس ونرجع نطلبك من عند والديك، لربما يكون باك بدل الراي ديالو فيا. فعلا هاد ولد الناس طاحوا ناض وخدم جوج خدمات وجمع خواتاتي الفلوس محل، شاكره واحد السكينه على قد جيبو في الرشا قده، بعد منها رجع طالب فيا الزواج. قال له عمي غير عطاني بنتك وكان واحد كنجوع نوكلها نتعرى ونكسيها، انا راه باغيها ما تحرمنيش منها بالحلال. ولكن حتى هاد المره الاب ديالي ما بغاش وقال له غير نسى عليك البنت، انا بنتي ما غادي نزوجها لك لا هاد العام ولا العام الجاي، سير وليدي خدم على راسك وشوف لك شي وحده من غير بنتي. بنتي ماشي ديالك وانتم ماشي ديال بعضياتكم. خشى فيه غدرة قد الجبل وصيفطو مشى بحالاتو. المهم الوالد صير معاه السنطة وقطع عليه من الياس مرة واحدة، طيح منو قال له بنتي ماشي ديالك غنساها عليك. هو داك النهار كثرت الفقصة اللي تفقص مشى هي البنات ضربها بسركة بسكرة عفوا وخلى حتى تنص الليل جا للحومة ديالنا، بقى كيصب وكيخطف الوالد، بقى كيطيح ليه في الهضرة لا هو ولا خوتي. عطا الله خوتي ما كانوش في الدار وكانوا يعلم الله شنو كان وقع فينا ديك الليلة. بصراحه ملي شفتو انا بحال هكداك ما بغيتش وما عجبنيش الحال، بالخصوص ملي بقات امي كتسد فيا وكتسد فيا وكتقول لي شفتي الشماته اللي كتمدحي فيه واللي طلعتيه علينا، شوفي كيف مشوه بيك وبينا، ها هو من دابا رجع كيسكر وكيتهد علينا، واش هذا راجل الكلبه. المهم بقات كتخاصم عليا. اما الوالد خرج عنده عطاه جوج ديال السرق فيقات تقلب له جوج جرى عليه من تما. ايوا السيد تطلع ليه فراسو كثر من الاول، انا عارفه هو ماشي ديال السكره وماشي ديال داك الشيء، غير مكثر التعصب ما تعصب وما رضاش وبقى فيه الحال مشى سكر، ولكن شرب بزاف وما جاب غير في راسو. زاد الوالد طلع عليه في جنو كثر من الاول، ولكن انا ما صغيت علقت به وبغيتو كثر من الاول، حيت كنت كنحس به مستعد يدير على ودي اي حاجه غير باش يتزوج بيا ويكمل معايا حياته كامله واخا بالسيف على الوالدين ديالي. من بعد داك الشوهه اللي دار ديك الليله مشى جاب شي ناس اللي كبارين ثقفين حاولوا زعما يقنعوا الوالد يسمح ليه، وكان هو شخصيا اعتذر من الاب ديالي وطلب منه السماحه، ولكن الوالد ما بغاش وما عطاش فرصه حتى يهضر ولا يقول شي حاجه. بقينا خواتاتي بحال هكذا. انا من بعد كانوا جاو فيا شي ناس عاوتاني كيخطبوا فيا من الاب ديالي، هو وافق يزوجني ليهم والسيف عليا. قال لي والو انت غادي تزوجي غادي تمشي ديري دارك. بقيت كنراب كنطلب وكنحب ليه في رجليه. قلت ليها الوالد انا ما بغاش نتزوج به، واش انت باغي تغصب عليا هاد الزواج؟ قال لي البنت ما تنفع غير دارها، وانت صافي كبرتي ورجعتي من سهم الزواج غادي تزوجي. قلت ليه لا نتزوج زوجني بفلان، دار فيا دوره شيطانيه. وقال لي سدي فمك وسكتينا وحطي راسك. المهم بقى كيزعف عليا، قال لي مال امك راسك رجع قصح من الحجر. قال لي سيري تزوجي عمري دارك وديري ولادك. المهم عاوتاني حطني في الامر الواقع، فعلا غادي تخطب، ولكن قبل العرس كنت هضرت مع الولد اللي كيبغيني، قلت ليه دير شي حاجه باش ما يكملش هذا العرس، انا كنبغيك انت وانا عارفك الا تزوجت انا انت غادي تقتل راسك. قال لي اه غادي نقتل راسي. قلت انا غادي نقتل راسي. بقى كيبكي قال لي انا ما بقى عندي لك جهد، درت اللي عليا وكثر، ولكن الاب ديالك ما بغانيش وما قبلش عليا، شنو غادي ندير لك؟ بقى البنات كيبكي بالدمع بحال المراه. قال لي انا راه كنموت الف مره على وديتك معذب بلا بك، غادي نزيد نتعذب الا تزوجتي به، ولكن شنو خاصني ندير راني ما عرفت ما ندير. المهم كنا هازين لها من روسنا. هو من بعد قال لي عرفتي شنو، الا كنتي مستعده تهربي معايا وتغامري معايا مستعد نهربك ونهربو انا وياك. انا هاد الاقتراح هو اللي جا قدامي، قلت ليه البنات باغا ندير المستحيل باش ما نتزوجش بشي واحد من غير هو. صافي كنت خططت انا وياه باش نهربو. واحد الليله قلنا غادي نهربو انا وياه، ديك الساعه كان قريب عندي العرس، جمعنا كلشي باش نعقدو، ولكن غادي نديرها قد فمهم وغادي نهرب عند حبيب قلبي لدارو. كنت مشيت للدار اللي كان كرا، حنا كنا مخططين باش باتو عندو في الدار الغد لي نشدو الكار نبعدو في دقه وحده. فين البنات مشيت عندو هاربه، قبل ما نمشي كنجمع كاع الوراق ديالي اللي نقدر نحتاج، هزيت واحد التبديله بحوايجي في الصاك صغير تليفون شارجور مشيت عندو. اكيد كنت غفلت مالين الدار مشيت بلا ما يعيقو بيا. ديك الليله بيت عندو مع كامل الاسف غادي يتقرب مني بخاطري، وانا اللي كنت طلبت منه يتقرب مني باش حتى لا لقاونا الوالدين ديالي غادي نقول لهم بلي صافي ما بقيتش بنت هو سبابي، بس زعما نقنعهم يوافقوا على زواجي به. فعلا البنات وقع ليا وقع بيناتنا انا وياه ديك الليله دوزناها زوينه بزاف.
غد ليش دينا طاكسي مشينا لمحطة الكيران باش نهربو، زعما شي مدينة أخرى بعيدة. طلعنا في الكار شدينا البلايصي أنا، بقينا كنتسناو الكار إنت يعمر ويقلع ويمشي بينا، ولكن ما قلناش إن شاء الله حتى جا غادي الكار مقلع بينا. هو يحبسني يحبس، غادي يطلع خويا الأب ديالي وحد عمي والراجل اللي خطبني، وغادي يديرو لينا واحد سيدي شوا قدام الناس. الراجل اللي كنت هاربة معاه بغاو يقتلوه بالدق، عطاه العطي الله. أما أنا شدني با بقى كيشطب بيا الأرض، صلخوني صلاخ وغادي يرجعوني للدار وأنا وجهي طايح في الأرض. كيترغب تطلب تزاوجت، ولكن ما رحمونيش، قتلوني يا حصان. والفضيحة الكبيرة منين عرفوني ما بقيتش بنت، الأب ديالي كان غادي يقطعني ويلحني للكلاب. أما السيد اللي كان خاطبني دار بيا الطرب البندير، ضحك فيا العادي والبادي. أما أنا ما كانت هماني داك الوقيته حتى شي حاجة، حيت كنت حاسة بالموت شدان. والله البنات ما كنت طامعة باش نعيش ونبقى في هاد الدنيا. المهم أخواتاتي دازت عليا كحلا زحلة، دوزتها ديال بصح، دوزتها اللي ما نبغيها لا لحبيبي ولا لعدويا. المهم اللي داز عليا ماشي سهل، ضربوني محنوني في الاخر من عرفوني فقدت العذريه ديالي، غادي يجريو عليا من الدار. شتني با بلا رحمه بلا شفقه، خرجني من الدار ولحني في السنقه قدام الجيران، غادي يحرمني عليه وغادي يسخط عليا. وهي هالبنات انا هي اللي سخط عليا الاب ديالي وجرى عليا من الدار، وقال لي من اليوم انت ما انت بنتي ما انا باك، ومن اليوم راكي زرعتي وحسيتي السخط من عندي. بقى كيقول لي بعدي مني وسيري العاهره، بقى كيدعي فيا. انا بقيت كنطيح ليه على رجلي وقلت ليه ابا حبيبي ما تسخطش عليا، لا ابا حبيبي بغيت نرضاك ابا حبيبي، ولكن راني كنبغي فلان، انا بغيتو هو، انا بغيتو هو وبغيت نتزوج به هو. قال لي لا بغيتيه ودرتي هاد الشو على والديك وخوتك وحطيتي بوجههم الارض على وديتو، ها هو سيري تبعي هالكلبه، الله يتبع بوك البلانتي وياه. بقى كيدعي وكيشيط. من بعد دخل هو امي سمع فيا، ديك الشموشه تبرى، عيط نرغب وعيط نطلب، والو ما بغاوش يسمعوني وما بغاوش يرحموني. فواحد اللقطه سمعت امي كتطلب فيه باش ندخل، ولكن الاب ديالي قال لي راكي حرام عليا كيف ما حرمت هي، الا بقيتي تحليتي ليها الباب والا بقيتي حتى شتك خرجتي عندها ولا هضرتي معها، والله حتى نكون جاري عليك انت وياها. شويه سمعتو كيضرب فيها وكيغوت عليها. انا ديك الساعه زيت راسي وغادي نمشي عند الراجل اللي سخط عليا الوالد بسببه. من شافني تصدم قال لي ولكن علاش جيتي؟ بقيت كنبكي، قلت ليه راه جراو عليا وطردوني والوالد سخط عليا بسببك واشنو واشنو، بقيت كنبكي وهو كيبكي معايا. ايوا يا البنات من داك النهار هذاك غادي نبدا حياتي من ثاني وجديد مع هذا الانسان. الحياه اللي كنت كنعتقد غادي تكون جنه بالنعيم ديالها، حسب ليكم بالكم فرحت ونشت السعاده. لا يا البنات، من نهار خرجت من دار والديه بلا شان بلا همه وانا مديومه، من نهار سخط عليا با طيح بيا وانا مكسوره، عارفه راسي انا اللي غلطت وانا اللي طيحت بهم الارض، ولكن البنات راهم هما السبب. انا ما درت والو من غير حبيت هذا الانسان وما بغيتش نتفارق عليه. واش الحب جريمه ولا ماشي جريمه؟ حنا كنا كنبغوا بعضياتنا بالجنون، علاش وقفوا لينا في طريقنا انا وياه؟ علاش الاب ديالي وقف ليا طريقي حتى تصرفت بحقاره؟ وبغيت نقول لكم هما اللي كانوا سبب في كل شيء، هما اللي وصلوني لهاد الحوايج كاملين. في الاخر ارموا عليا اللومه وقالوا لي انت اللي غلطه، اكيد ما غاديش نعيش هانيه وما عمرني غادي نعيش السعاده. واخا تزوجت بالراجل اللي بغيته وبغاني، الراجل اللي تحديت حبابي على وديته، الراجل اللي كليت الدق وكنت غادي نموت على حسابه، ولكن في الاخر لقيت راسي كاع ما مرتاحاش وما عايشاش معاه هانيه. ماشي الراجل طلع معايا خايب ولا كيضربني ولا كيقلل مني ولا كيعايرني، لا 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 بالعكس، مازال كيموت وكيحمق عليا بحال الاول عاد وكثر. ولكن انا وياه كنحسو براسنا فين ما حطينا يدينا ما كتصدق لينا، حتى من الحمل حملت مع جوج ديال المرات ولدتهم ماتوا بين يديا، وانا كنقول هادشي كامل عقاب من عند الله حيت انا مسخوطه بوالديا. رجعت كنقلل من راسي وما بغيتش حمله راسي، ما بقيتش حمله راسي، عايشه مكرفصه، عندي 25 عام تعطيني اكثر من عمري، دوزت اصعب ايام حياتي. تنيت غير نرجع عند والديا ونعتذر منهم، ولكن الاب ديالي مازال محرمني. كنت مشيت عندهم وجراو عليا وما قبلوش بيا وسط منهم، هما عايشين وانا مكرفصه ومحطمه، كنحس بالسخط ديالهم تابعني في كل بلاصه. ما عمرني ما كنت كنعتقد هما غادي يكونوا قاسحين معايا حتى لهاد الدرجه. عندهم بنت وحده ورموها للزناقي حيت بغات تختار شريك حياتها، ودابا انا ما عرفت واش انا اللي غلطه ولا هما،
ما بقيتش عارفه الغلط منين جاي، واللي عارفه دابا انني كنتالم، كنموت ألف مره في الدقيقه. ما مرتاحاش، بغيت نرتاح اخواتاتي، بغيت نرتاح ونعيش بالضمير، حيت كنحس ضميري كيأنبني. نتمنىكم تدعيو معايا الله يفرج عليا وعلى راجلي اللي مسكين مازال معايا، ونعم الرجل. الرجل ما كيدي عليا والو، انا اللي مقصره في حقه. المهم هذه هي قصتي وحكايتي، وجيت اليوم بغيت نشكي عليكم ونتشاركها معاكم. نتمنىكم تسمعوني وتساعدوني بالنصائح والدعاء، وطلبوا الله يفرج عليا. شكرا لكم كاملين وبسلام عليكم. وكيف ما سمعنا كاملين القصة ديال هاد الأخت هادي اللي الصراحة تدمي القلوب، بقات فيا بزاف بزاف بزاف. طبيعة الحال الحب ما هو لا حرام ولا حشومة، ولكن الإنسان هو اللي يمشي فري الوالدين. حاولي تشوفي كيفاش غادي ديري، والله العظيم بقيتي فيا بزاف. شوفي شي ناس اللي يقدروا الأهل ديالك زعما يكونوا كيحترموهم ويكونوا كيسمعوا لهضرتهم، وحاولي تصلحي مع والديك. مسألة وقت وصافي، ما تقنطيش. فعلا غلطتي، ولكن ما عندك ما ديري، القلب وما يرد كيف ما كيقولوا. انت تحديتي والديك على واحد، وديت واحد السيد اللي بغيتيه انت من قلبك، والحمد لله طلع ولد الناس. ما عرفتش والديك علاش الصراحه ما بغاوش، وعلاش زعما يعني وقفوا في الطريق، ولكن ما عندك ما ديري، مكتب الله كيتصرف. ما عندك ما ديري، طلبي الله سبحانه وتعالى الله يحنن قلوبهم، وحنا كنطلبوا معك الله الله يحنن قلوب والديك عليك، وترجعي انت وياهم يا ربي بخير وعلى خير. ونتمنى هذه القصه تكون عبره بزاف ديال الاخوان والاخوات والوالدين حتى هما، باش ما يديروش هذا الشيء اللي وقع لهاد الاخت هذه اللي الصراحه بقات فيا بزاف بزاف بزاف. شكرا لك مره اخرى، شكرا للمستمعين الكريمين او المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام اللي خدتكم عليا. كنشكركم على تتبعكم القناه سمع حكايتي. ما سخيتش بكم الى ان القاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.